السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارنديس نحن هنا اليوم في ما نسميه مركز لتجميع اللبن من القرى أو الفلاحين اللي في الجبل هنا في قرية اسمها سودان جالي، في إقليم باغ، في كشمير، في باكستان. والمركز ده عاملة جمعية خيرية، وكل يوم بيجمع اللبن من حوالي 25 عائلة ما بين 70 كيلو أو أكتر شوية. بس العائلات هنا بتستعمل أولاً بتستعمل اللبن لنفسها، وبعدين ساعات بيبيعوا اللبن فوق في القرى للفلاحين اللي حواليهم، واللي بيفضل عندهم بينزلوه هنا. وده شكل اللبن اللي هو اللي احنا بنسميه عندنا هنا اللبن الطبيعي الأورجانيك الغالي جداً. شايفين شكله جميل ازاي والرغاوي عليه. ودي شكل القشطة اللي هي احنا بندفع فيها مبالغ كبيرة جدا عشان ناخدها. ودي شكل الزبدة او اللي هو الزبدة اللي بنطلعها منها. وده كذلك عسل بيجي من القرى، ايضا عسل يعني طازج. ودي بعض المنتجات اللي هو ده عين الجمل وده فاصوليا وده يعني الوحده دي او الدكان ده عملته الجمعيه، وعملت فيه كذلك الماكينه دي اللي هي بتخلي اللبن في درجه حراره منخفضه عشان ما يحمضش. وكذلك دي الخضاضه اللي احنا بنخض فيها اللبن علشان اللبن نفصل منه القشطه عن اللبن، وبعدين نبيع القشطه لوحدها ونبيع اللبن لوحده. وده طبعا التانك، فاكرين احنا في الايام الجميله زمان في مصر وفي كل الدول الاخرى اللي هو بيشيلوا بتاع اللبن معاه ويمشي بيه على البيوت علشان يبيع فيه اللبن الطازج، اللبن الطازج من البقر ومن الجمور. الحين بردك عندهم لبن معيز، لكن لبن المعيز هم بيستعملوه فوق في القرى. البقر هنا بتكلف $1000، والجاموسة بتكلف 2200 دولار. عايزين الشباب ادعموا مشاريع زي كده هو علشان يستطيعوا بيها انهم يقووا المجتمع المدني هنا هو، ويقووا الاهالي والقرى. ده مش فقط في باكستان او في كشمير، لكن في كل مكان في العالم. لا ننشغل كتير جدا بما نقوله على الهاشتاج وعلى الفيسبوك ونعتقد ان احنا نغير العالم كله لما ده نبص للفيسبوك النهارده او بكره او بعد بكره. لكن احنا لما بندعم اخ زي اخواننا في الجمعيه، اسمك ايه؟ محمد ياسر خان. محمد ياسر خان، لما بندعمه ندعم الجمعيه بتاعته. احنا بندعم على الاقل 25 او 30 اسره، يعني معدل حوالي 200 250 شخص ندعمهم ببقره، او بندعمهم بجاموسه، او بندعمهم بنشتري لهم الخضاضة او المكان بيتلج ان هو التلاجة دي او اللي هو التانك بتاع اللي هنا هو. وهنا كل الحاجات اللي هنا حاجات من غير كيماويات، منتج من غير كيماوي، منتج من غير كيماوي. عايزين الشباب والشابات الجمال اللي بيصرفوا اموال كتيرة في القهوة والشاي وستاربكس وكينج برجر كينج والحاجات دي كلها، انهم يجوا هنا هو ويشربوا اللبن ويدعموا لنا ثمن بقره او ثمن جاموسه او ثمن خمس ست معيز. اوكي؟ ثانك يو. جزاك الله خير. يا رب ان شاء الله.